أوحى الله إلى داود. يا داود لو يعلم المدبرين عني كيف انتظاري لهم ورفقي إلى ترك معاصيهم لماتوا شوقا إلي ولتقطعت أوصالهم من محبتي. يا داود هذه إرادتي في المدبرين عني، فكيف إرادتي في المقبلين؟ فكيف إرادتي باللي شاهدنا الآن ودمعت عيناه من أجل الله عز وجل؟ المقبلين والمقبلين إلى الله جل وعلا، فرحمة الله عز وجل واسعة. من الذي يدخل ويقبل إلى هذه الرحمة؟